نحن اليوم في اليوم الثاني لإجراء الامتحان الوطني الدورة العادية امتحان البكالوريا. اليوم الأول مرة في أجواء جيدة، كانت ارتسامات المترشحات والمترشحين اللي جد إيجابية، خاصة بالنسبة للمادة الأولى والمادة الثانية اللي تم الإجراء ديالها، واليوم احنا بصدد اليوم الثاني. فهاد السنة عندنا تقريبا 6497 مترشحة ومترشح، منهم أزيد من 825 مترشحة من فئة الأحرار اللي كيجتازوا الامتحان. فكما شفتوا فالحمد لله الأجواء جيدة، هناك واحد لوكال مثلما كيدوزوا في خاطرهم، هذا الشيء شغلنا عليه المدة ديال تقريبا أزيد من شهرين، لأنه كان هناك واحد الإعداد باعتماد مقاربة تربوية، كان هناك إعداد جماعي للامتحانات، كان هناك دعم تربوي بالفضل ديال الأساتذة ديالنا والأطر الإدارية والتربوية، كذلك كانت هناك تعبئة حسن كذلك ديال المجتمع المدني اللي يدخلوا في هذه العملية ديال الدعم التربوي. ثم بالإضافة إلى ذلك فالحمد لله حالات الغش تقريبا برسك ما كيناش، لأن كان هناك واحد الحملة تحسيسية اللي قمنا بها اللي انطلقت في 25 أبريل، واللي هي اعتمدت مقاربة تربوية، شغلنا على الترسيخ ديال القيم ديال المواطنة، الاستحقاق، تكافؤ الفرص. ثم موازاة مع ذلك كانوا بعض الحصص ديال الدعم النفسي والاستعداد النفسي للامتحانات. فالحمد لله نتمنوا أن الأمور تبقى هكذا، ونتمنوا كذلك النجاح والتوفيق لجميع المترشحات والمترشحين ديالنا إن شاء الله. احنا في اليوم الثاني من أيام امتحانات الدورة العادية، دورة يونيو 2018، امتحانات البكالوريا. كيف مر اليوم الأول؟ واحد الجو تربوي تعليمي، كان واحد ارتياح كبير من التلاميذ المترشحات والمترشحين، كانت المواضيع في المتناول ديال أغلبية المترشحات والمترشحين، كان ارتياح أيضا من ناحية المراقبة، كان واحد تنظيم محكم هذه السنة، لا من ناحية ولوج المؤسسات لا من ناحية خروج التلاميذ، كذلك لا من ناحية الآباء، لنا كنحسب واحد الوعي كبير هذا الدورة، أن ديك التجمعات اللي كانت كبيرة كتكون على الأبواب ديال المؤسسات التعليمية مراكز الامتحانات كانت هذه السنة مقننة، ما كانش واحد ازدحام على الأبواب. يعني هنا كنوصلوا لواحد الوعي ديال الآباء والأمهات اللي رافقوا التلاميذ ديالهم واللي كيواسيهم بالمراقبة أو بالمرافقة إلى مقر الامتحانات، كذلك الأسئلة اللي كتخرج تحدث منها أنه كاينين كي جاكم دوك المراقبين، واش كانوا هك مزيرينكم أو لا، هاد الأسئلة ما بقاتش غالبا، ولا السؤال حول الموضوع الامتحان. إذن هذه قفزة نوعية اللي من طرفين، لا من هيئة التعليم أو هيئة التدريس اللي نظمت هادشي في جهة الدار بدستات بدون استثناء، ولا من الآباء والأمهات. هذا الوعي كيبشر بأن من العملية التربوية التعليمية كتقطع واحد الأشواط مهمة، وكيف كتبشر حتى بواحد مستقبل منسجم ما بين الآباء والأمهات وما بين المدرسة المغربية العمومية. احنا طبعا هناك مقاربة التربوية كما قلت، يجب التحسيس ديال التلاميذ بالخطورة ديال الغش، وكذلك بالقوانين، تعريف كذلك بالقوانين الزجرية لمحاربة الغش في الامتحانات. ولكن الحمد لله كما قلت لم تسجل تقريبا أي حالة، هناك حالة طفيفة فقط، ولكن هذا كاين هناك كذلك إجراءات تدبيرية تنظيمية، واللي منها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، اللي منها كاين لجان متنقلة لمحاربة الغش اللي تنتقل في جميع المؤسسات التعليمية، وكذلك كاين هناك السيد الملاحظ والسيد السيد المدير اللي عنده كذلك كاشفة المعادن، كاين هناك أطقم ديال
الحراسة بكل قاعة، كاين الناس المسؤولين على ليزيتاج، وهذا كله ماشي محاربة الغش، ولكن أننا نكونوا قرب من التلاميذ إلا احتاجوا شي حاجة، أوراق أو كل ما يستلزم الامتحان، فهما حنا كنيسروا لهم العملية. والحمد لله تلامذنا راه واعيين بهذه المسائل اللي كان كما قلت لكم خدمنا على حملات تحسيسية لمدة طويلة، وبالتالي الحمد لله فالأجواء جيدة. نعتمد أكثر مقاربة تربوية وقائية استباقية قبل أن تكون مقاربة زجرية، وطبعا راه ملي كيكون الحالة راه غيكون الإجراء لابد أنه يجب اتخاذه. لحد الساعة من خلال الزيارات اللي قمنا بها ومن خلال الأسئلة والمتابعة عبر 16 مديرية إقليمية بجهة دار بيضاء سطات وعبر الأكاديمية الجوية لجهة دار بيضاء سطات، كانت الأمور لحد الساعة تمر في أجواء سليمة تربوية تعليمية، وهذا هو المبتغى اللي كنا كنطمحوا ليه. ثم كذلك كيبقى عندنا أمل كبير أن تقع هذه الأيام اليوم الثالث يمر في نفس الأجواء في انتظار تكون نتائج مفرح مشرفة تدخل الفرحة على جميع الأسر اللي عندها ابن أو ولا بنت مقدمة لامتحانات البكالوريا دورة 2019 يونيو 2019. في إطار تكافؤ الفرص فالوليدات أو المترشحات والمترشحين كيستافدوا من تكييف الامتحانات، تكييف الامتحانات كيكون على حساب الحالات، وهاد السنة عندنا عدد الحالات اللي كتستافد من التكييف ديال الامتحان كيبلغ 17 حاله، اغلبيتها من عسر القراءه والكتابه، هناك كذلك اعاقه حركيه، فبالتالي اما كيضاف ثلث المده الزمنيه المخصصه للامتحان او كذلك كيستافد من مرافق او هما معا على حسب الحاله التي تم تحديدها من طرف اللجنه الطبيه والعماله الطبيه. لا بد من الإشارة إلى حدث مهم، هو أنه جهة الدار بيضاء سطات تتوفر على 59 مترشح ومترشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة للمديرية عين السوق توجد 17 حالة. الغريب في الموضوع الجديد هو أن التعامل مع هذه الفئة هذه حسب كل نوعية من نوعية الإعاقة، لدرجة أنه بالثانوية التأهيلية عثمان بن عفان توجد حالات ديال مترشحة عندها الإعاقة في النطق، استطاعت المديرية توفر لها قاعة لوحدها ومراقب ديالها، كذلك تلميذة اللي كتساعدها عملية النطق واللي كتوصل لها المعلومة وتوصل لها المواد ديال الامتحان، وهذه التلميذة هي من جذع مشترك، يعني ما عندهاش إمكانية باش تخرج لها، ولكن على الأقل كتساعدها في النطق وكتساعدها بإيصال الكلمات والجمل إلى تلك المعقب واحد الطريقة اللي سلسة، وإن كانت تأخذ بعض الوقت فما يمكنش بحال هذه الحالة أنها تكون وسط مجموعة من المترشحات. فهنا وفرت لها المديرية الإقليمية قاعة بوحدها، وفرت لها كذلك المراقب، وجو في جو يعني مريح، وممكن أننا نستغل هذه التلميذة وتستغل هذه الظروف اللي منها وتبين على الطاقات اللي عندها ممكن أنها تحصل على شهادة. لا بد أيضا كذلك أن مواكبة ديال هذا النجاح لا تخلو من كذلك من مشاركة بعض الأطراف اللي هم السلطات المحلية واللي هم الأمن كذلك بجهة الدار بيضاء سطات وخصوصا بالمديريات. فكل منطقة أمنية خصصت واحد اهتمام كبير وكاين واحد المراقبة كبيرة وكاين وفرت جميع المسائل اللي تخلي التلميذ ولا العائلة ديالو ولا الأسر ديالو أنهم يكونوا في واحد الجو مريح. حنا كنلقاو مثلا أي مؤسسات بعيدة على كل الشبهات، فيها الأمن، فيها الحراسة، فيها، وهذا راجع لتكاتف الجهود ديال الجميع بما في ذلك المديريات الإقليمية والأكاديمية الجهوية وجمعيات الآباء والسلطات الأمنية والسلطات المحلية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.